لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية وأيضا الدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. البداية من مقال الكاتب أحمد سعداوي في صحيفة العربية الجديد بعنوان قلب بغداد الشائخ. يقول الكاتب: لو أخبرت اليوم شابا عراقيا يملك سيارة بأنه يمكنه أن يخرج إلى شوارع بغداد للترويح عن النفس لأطلق ضحكة مجلجلة، فهذه الشوارع صارت مصدرا أساسيا للتوتر والإزعاج بسبب الزحام الدائم، ليس اليوم وإنما منذ أكثر من عقد، وربما الفرق أن المشكلة صارت مضاعفة وخانقة أكثر اليوم، فبالإمكان أن تتوقع توقف السيارة التي تستقلها لعدة ساعات بسبب الزحام. سبب الزحام معروف: كثرة السيارات في الشارع وتهالك البنية التحتية للطرق والجسور والأنفاق التي وضعت المخططات الأساسية لأغلبها في منتصف عقد الثمانينيات، وكانت مناسبة لعدد أقل بكثير من سيارات وقتنا الحالي. أثناء عملي الصحفي قبل أكثر من عقد، أجابني مدير المرور العام ببغداد بأن السياسة تتدخل في عمل المرور والضوابط والقوانين الحاكمة لعمل هذه المؤسسة الحيوية، فدخول السيارات يجري بسبب صفقات تجارية لصالح طرف سياسي معين، ولهذا فإن أعداد السيارات تعبر فوق القانون، كما أن استيراد سيارات من نوعية متردية يسبب بوقوع حوادث مميتة لراكبيها، وهذا أيضاً بسبب تدخل السياسة. تقوم الحكومة الحالية بعدة مشاريع لفك الاختناقات وبناء مجسرات تعبر فوق التقاطعات المزدحمة، ولكن ردود فعل المواطنين تقلل من أهمية هذه المشاريع التي تعمل عمل المكياج لشيخوخة مزمنة للشوارع في بغداد. إلى صحيفة كتابات ومقال بعنوان شكرا للحكومة، وإلى مزيد من قرارات تكسير رأس المواطن للكاتب ماجد الخفاجي، حيث يقول: المواطن لا يكاد يصحو من ضربة حتى تأتيه ضربة أخرى كالغرامات المرورية التي قد تكلف المتقاعد راتبه الشهري، كذلك جميع الرسوم الحكومية التي كانت في السابق أجور رمزية الذي تسببه فخاخ الكاميرات الذكية، وأكثر من نصف الإشارات المرورية في جانب الرصافة لا تعمل عدا تهالك الطرق. ثم ما سر هذا التهافت على بطاقات الدفع الإلكترونية؟ فمن حق المواطن أن يتوجس من ذلك، لأن ثقته بالحكومة معدومة وهو يعرف أنها متجهة للجباية بأقصى ما يمكن. ما الغرض الخفي منها؟ لا يعلم ذلك إلا الراسخون في الفساد بحسب الكاتب. ربما تعد السيارة أداة الترفيه الوحيدة للعائلة البغدادية، لكن كلما نظرت إلى سيارتي تنتابني مشاعر الاكتئاب، إذ تجول بخاطري أجور الغرامات الباهظة ورسوم التجديد السنوية وإصدار إجهزة السوق وتصديق الوكالات والمصائد الذكية التي تتصيد الغافلين، وسوقنا كالأغنام لاقتناء بطاقات البنزين وغيرها. والأشد من ذلك الزحامات المرورية التي لا تعقل، فالحل أكبر بكثير من مجرد فتح مجسر هنا وترقيع شارع هناك للقضاء على الزحام المروري، والدليل أن كل تلك الخطوات العرجاء لم تخفف من الزحام الشديد والقاتل في أهم شريانين من شرايين النقل في بغداد ولو بقيد شعرة، هما طريق محمد القاسم وسريع القناة وحتى سريع الدورة، بل العكس هو الصحيح. زحامات تسبب هدر الملايين من لترات البنزين يومياً والتي يدفع ثمنها المواطن. في جميع أنحاء العالم المتحضر يكون المواطن مخيراً بين الدفع كاش أو بالبطاقة، إلا نحن، فما أحرص الحكومة على أموال المواطنين. لا يمر يوم دون أن نكتشف أن الغلاء قد اعترى سلعة ما،
أما رفع أسعار البنزين فتلك كارثة، لأنها سترفع سعر حتى باقة الكرافس. ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان: هل تستطيع أمريكا تصحيح فشلها في العراق؟ للكاتب أمير المفرجي، حيث يقول: أحد أهم أسباب فشل الولايات المتحدة في العراق تكمن في اتخاذ القوى العظمى أو القوة العظمى القرارات السيئة التي عملت على تقويض السلطة السياسية، والتي تمثلت في إصرار دعم الإدارات الأمريكية المختلفة عبر الآليات الديمقراطية لنظام الدين السياسي المبني على التمثيل الديني والعرقي، الذي جاء بنتائج عكسية، حيث تم تحديد هوية العراقيين على أسس طائفية ترتبط ارتباطا وثيقا بالجغرافيا والانتماءات المجتمعية، والترويج في البداية من خلالها للديمقراطية كواجهة براقة لتنتهي بالتمسك بالحكم. من هنا أصبح من الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل، أن نتجاهل قراءة موضوعية لمستقبل العراق والمنطقة وفق معطيات المنطق والواقع الذي فرضته أخطاء السياسة الأمريكية من موقفها في العراق، من دون الرجوع إلى الواقع التاريخي العراقي الذي يضمن سيادته ويؤمن مصالحه. فلا يمكن إلا لجاهل في السياسة أن يتجاهل شدة المتغيرات السياسية التي تشهدها دول المنطقة في السنوات الأخيرة، دون أن يتم ربطها بالوضع السياسي لهذا البلد المتأثر بأجندات الدول الإقليمية المارقة في ظل التغييرات المقبلة في عالم متعدد الأقطاب، لإيجاد الحلول لتصحيح فشل الولايات المتحدة في سياستها في العراق. يبقى السؤال عن احتمالات تغير الموقف الأمريكي واستراتيجيته في العراق في حال فوز مرشح الرئاسة دونالد ترامب، الذي تميز بسياسته الخاصة تجاه العراق على الرغم من تشابه أهداف الإدارات الأمريكية وحرصها على الدفاع عن الأحادية الدولية في عالم أحادي القطب، وباختلاف الأحزاب والرؤساء لكونهما، وكما يراه ويلمسه الكثيرون، وجهين لعملة واحدة. قد لا تختلف مواقفهم إلا من خلال التباين في طرق تنفيذ أهداف أمريكا أولاً، وهذه سياسة ثابتة لا تتغير بتغير من سيمثل البيت الأبيض، إلا من خلال الخصوصيات والتباين في وجهات النظر. عن الوضع الراهن في غزة وأولويته، كتب منير شفيق مقالاً في عربي 21 يقول: قد لا يختلف اثنان بأن نتنياهو ومجلس حربه وأمريكا بموقف مزدوج ما زالوا مصممين على استمرار الحرب في قطاع غزة، والهدف الأول المتفق عليه أو الذي يراد تحقيقه هو القضاء على المقاومة المسلحة وقادتها والسيطرة العسكرية والأمنية بما قد تتضمنه من تهجير ومن تقرير لمستقبل القضية الفلسطينية، وذلك بعد إكمال المهمة بالقضاء على المقاومة في الضفة الغربية والقدس وإحداث تغييرات تهويدية في المسجد الأقصى، طبعا فضلا عن إنهاء قضية الأسرى بإطلاق أسرى الكيان الصهيوني والاستمرار بأحكام القبضة أو بأحكام القبضة الحديدية على الأسرى الفلسطينيين. إن جعل الأولوية لمواجهة حرب العدوان وللانتصار فيها تقتضي وحدة الشعب الفلسطيني في الالتفاف حول المقاومة وقيادتها والشعب في قطاع غزة، وهذا ما هو واقع خلال الستة أشهر الماضية بأشكال عفوية، ومن ثم تحتاج الآن وللأشهر القادمة إلى مضاعفتها ومضاعفة نشاطات الدعم السياسي المباشر الذي يضع كتفاً مع المقاومة، طبعاً إذا لم يتوقف إطلاق النار في وقت قريب، ويمكن الاعتماد على وقائع الخمسة أشهر عسكرياً للتأكد من أن القادمة من الأشهر ستكون نتيجته خروج المقاومة وقيادتها والشعب منتصرين، مما يقرر ملمحاً أساسياً للصراع القادم بعد الدخول في اليوم التالي. وبمعنى آخر، يجب أن يركز تفكيرنا وسياساتنا ونشاطاتنا في خدمة هذه الأولوية، أي في دعم المقاومة كما في الحشد العربي والإسلامي والعالمي،
من أجل عزل الكيان الصهيوني وإدارة بايدن وفت عضدهما سياسياً ورأياً عاماً عالمياً، مما يترجم نفسه عسكرياً ولو بصورة غير مباشرة وغير سريعة. ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالاً بعنوان أخلاقيات السياسة الدولية أكذوبة أم ضرورة، للكاتب حسن أبو طالب، يقول في بيان أسباب استقالة أنيل شيلين من منصبها لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية: ربطت بين استمرار إدارة بايدن في دعم إسرائيل بالأسلحة وبين عدم قدرتها على القيام بعملها، حيث صارت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة بحسب قولها. مضمون حديث شيلين أن استحالة القيام بالعمل وفقا لمسؤوليات منصبها راجعة أساسا إلى أن سلوك إدارة بايدن بشأن دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سياسيا ودعائيا وتسليحيا يتناقض تماما مع منظومة القيم التي تعلن الدفاع عنها وتحث الدول الأخرى على الالتزام بها، ومن ثم لم يعد لديها قدرة في إقناع الآخرين وتحفيزهم على تغيير سلوكهم بما يتوافق مع المبادئ والشعارات الأمريكية. في حالة العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً على قطاع غزة، تتجسد إشكالية التناقض بين الادعاء وبين الفعل على الأرض، وتبدو عبارة السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز كاشفة لعمق الفجوة بين الشعارات والأداء، إذ ينتقد إدارة بايدن التي تتوسل رئيس الوزراء الإسرائيلي لقبول هدنة لمدة أسبوعين، وفي الوقت ذاته ترسل له مزيداً من الأسلحة والصواريخ بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين حسب قوله. بل يمتد التناقض إلى حد الادعاء بالتركيز على حماية المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تقبل خطة إسرائيل العسكرية لاجتياح رفح، ولا تقلل النصائح الأمريكية بضرورة حماية المدنيين قبل الشروع في خطة الاجتياح البري من فجوة التناقض، بل ترسخ وجودها وترسخ انهيار البعد الأخلاقي في السياسة الأمريكية كلها. استحالة الدفاع عن حقوق الإنسان من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين كما أشارت شيلين لم تظهر مؤخراً بين مرور 6 أشهر على تدمير القطاع وتجويع أهله وامتناع الإدارة الأمريكية عن اتخاذ أي موقف عملي يظهر احترامها المزعوم لحقوق الإنسان الفلسطيني، بل ظهرت منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي. ففي لقاء طلبه دبلوماسيون أمريكيون عرضوا فيه حق إسرائيل في الانتقام اللامحدود وإدانة كل مظاهر مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كان من اليسير تحويل دفة اللقاء إلى حق الشعوب في النضال ضد الاحتلال وحقها في تقرير المصير، فضلاً عن بيان المسؤولية الأمريكية في رفع مستوى العجرفة الإسرائيلية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. ها
هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إلى بعض من المشاهد التي وثقتها عدسة العربي الجديد للجرائم الصهيونية في غزة، حيث كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر حجم المجازر والجرائم التي ارتكبت على مدار أسبوعين من الاقتحام الوحشي. وأعلن جيش الاحتلال أنه أنهى عمليته في مستشفى الشفاء في قطاع غزة. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. ذهب زوجتي بعته، ناهيك عن اللي كنت موفرهن، يعني مدخرهن لبعض امور حياتيه كله. انا نزحت من بيتي بطوله. هان الاشي غالي جدا، يعني من حرمات، من فرشات، من عفش، من كله، يعني الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه وضع اقتصادي صعب جدا. يوم الناس اللي ما عاد بدها تبيعها لانه فيش، الوضع البلد رايق. بدهم ياكل بدهم يشرب، الوضع الاقتصادي سيء جدا في غزه. وهنا منقلب برضو شوية دينار على الشيكل، بفكوا الدولار على الدينار والذهب. غصبا عنها الناس بدها تبيع، بتبيع مدخرات عمرها 100 سنة، الناس بتجيب مدخرات عمرها 100 سنة. أنا واحد أجباعني جنيه استرليني ماخذه عن جده، جنيه استرليني من أيام ما كانوا الإنجليز في فلسطين، أجباعني إياه، بقول لي هذا أنا أخذتن عن جدي. فكل الناس بتبيع لهم مدخرات علشان تاكل، الناس مساكين. نلقاكم بإذن الله.